بعد العودة من فاصل أعزائي المشاهدين وفقرة مطبخ داليا، منتظرة مكالماتكم ومداخلاتكم، هتشرفوني النهاردة. احنا لسه جايين من اسكندرية أنا وبنورة، وعملنا عمايل في اسكندرية، حتى تلاقوني اسمريت برضو لو تلاحظوا. أنا بأحلى عامل مويت لكم النهاردة عشان الرحلات بقى والبيتش، بسم الله ما شاء الله، كان في ناس كتير وهيصة، الناس كلها زي ما تكون ما صدقت تطلع ذكرياتي ذكرياتي بعد ذكرياتي. كورونا، اما صدقوا بقى عايزين يشموا نفسهم. والميه والسمك والبلبطه فهعمل لكم خروج. سندوتشات برجر عشان الرحلات. بقول لك ايه، بتيجي نطلع دلوقتي ونرجع نعمل الحلقه على البحر؟ لا البحر ازاي؟ الحلقه على البحر زي ازاي؟ لا الناس، ما ينفعش، نجيب كاميرتين ونحطهم ما على ينفعش البلاش يا بنوره، استني بقى، على البلاش تحت الشمسيه. احنا هنجيب البرجر، هقول لكم بقى طريقه عمل البرجر في البيت. يلا بينا. هندهن الطاسه زيت، ايوه، ونحط البرجر يستوي. عشان تعمليه في البيت ويطلع حلو، نص كيلو لحمه مفرومه، بصل مبشور، ثوم مبشور، وبهارات البرجر بتتباع في اي سوبر ماركت. حبيبي زي البصلايه. بعد كده بتروحي عامله حطاه كله عجنه اللحمه مع البهارات مع البصل مع الثوم، وسايباهم حوالي نص ساعه كده. وبعد كده تروحي جايبه البرجر وتروحي مبطبطاه بالمنظر ده، مبطبطاه وحطاه بطاطيه بطاطيه، وبعد كده حطاه في الطاسه بالمنظر ده. يا فلفلي الهاله، يا ريتني كنت انا. انا عايزه اغنيه بعد اذنكم، عشان انا اغنيه ايه؟ ما انا بغنيلك اهو. احنا قلنا عايزين انت اغنيه، انت مش سامعه كل اغانيه؟ انا خلاص هغير النشاط، انا صوتك وحش، انا عايزه اسمع مين اغنيه. بعد انا عامل البوم جديد مع عمرو دياب، عايزه اغنيه رامي جمال يا جماعه. شافني على البلاج امبارح عمرو دياب وقال ايه؟ قال لك ايه؟ بيسالني يقول لي انت جايبه التوكه دي منين يا بنوره؟ بنحط بقى المايونيز الكسفت في السندوتشات كده، مايونيز وكاتشب عليه. لا كل انت المره ده ممكن أنا بقى مش تحطه هيكل. كمان انا حافظه على رشاقتي، اللي هو الكرنب المتقطع ده. كرنب؟ اه كرنب صغير. انا كرنب يوم الجمعه. ايوه الصغير ده بيبقى جميل قوي. كرنب ايه وبتاع ايه بقى ده؟ انت عايزه على فكره الخضار ده مهم قوي مع البرجر. وتحطوا شرايح الطماطم، شرايح الطماطم. الطماطم حلوه ده في الساندوتش، الطماطم جميله، فهمتي؟ ايوه كل طماطم اهو، حاطه طماطم فوق وتحت وفي رقبتي وفوق راسي. ما خدتيش بالك من اللبس بتاعي النهارده؟ انا قريت كتاب جميل قوي يا بنوره، كنت عايزه اتكلم عليه. ايه ده؟ سيكريت. سيكريت؟ سيكريت وانا لسه جايه من زنقه الستات. ده سيكريت، ده كتاب رائع يا جماعه، ان انت تتقبل اي شيء في الدنيا، مفيش حاجه اسمها ازعل ولا حد يضايقني ولا الكلام ده، التقبل. انا عايزه اغنيه رامي جمال، لان انا مش متقبله الصراحه، وممكن اتخانق، بيطلعوني عن شعوري. انا على كل ما اجي القناه هنا ماشي ماشي. ايه دودو يبقى مداخلات ومعاكسات بره النيل طول النهار، من ساعه ما جبت وانا نازله المعاكسات نازله تلف عليا. المهم ركزي معايا. انا مركزه اهو. انت اخبارك ايه؟ انت مش خدتيش بالك من لبسي عشان تقولي لي اخبارك ايه؟ كنت بزنقة الستات يا ست قبل ما ارجع. المهم لقيتي عريس بعد كل اللبس واللي انت عاملاه في نفسك؟ انت شايفه الاكسسوارات؟ لقيتي حد يعبرك اساسا؟ كتير جدا 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 جدا. انا مش انا قلت لك المره اللي فاتت اللي انا هعمل الفوازير؟ اه فين بقى يا اختي؟ هقفل على ايمي سمير غاني ودنيا سمير غاني. ولا عملتي حاجه؟ كل مين ده؟ انا عامل كله في السكرته. اه مخبيه كل حاجه والله، مش عايزه حد يعرف عني حاجه عني خالص خالص. هبقى نجمة الموسم يا دودو. ما خديني معاكي يبقى، ما نجمة معاكي. لا انا 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 انا, أنا ما بحبش الشريك. أنا ما بحبش الشريك زي أيوة الفريك صح؟ أنا ايوه طبعا 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 طبعا, طبعاً. ماشي ماشي. جمالي ده ما وردش على حد. عايزة اقول لك ايه؟ عايزة اقول لك ايه بس؟ قولي قولي، تعبتيني. انا كل يوم بيجي لي 200 300 طلب صداقة والله، غير المزدات. طب استني بقى ما نتكلم عن ذا سيكريت شوية. أنا كتاب ذا سيكريت ده يا جماعه واخد جايزه اوسكار، كتاب امريكاني بيتكلم عن قانون الجذب، سر قانون الجذب. قانون الجذب ده ناس كتير اتكلموا عليه. ماشي يا بنوره. قانون الجذب ده جذب ايه بقى يا بنوره؟ جذب اي شيء حلو في حياتك. الله. اي شيء جميل. الله. تجذبيه ازاي بقى يا حلوه؟ انا بقى عايزه اعرف دلوقتي يا ريني كل حاجه عنه. هو ده السر يا حبيبتي، عشان ده يبقى حياتي كلها. ازاي تجذبي اي شيء حلو في حياتك؟ ان انت تكوني متقبله لاي شيء. يعني ايه متقبله لاي شيء؟ يعني مثلا انا معايا فلوس خلاص، والمفروض انا غني. عشان اجذب الفلوس اعمل ايه؟ ابقى عندي قناعه ان انا غني، والفلوس دي مش هتروح مني ابدا مهما كان. عارف اللي هو مش هخاف على الفلوس، لو خفت على الفلوس لحظه اعرف انها هتروح منك. يا سلام.
هو دي هي دي ده فكره، هو ده السر يا جماعه، ما تخافش من حاجه، تقبل كل شيء. تردد بتاعك، تردد بتاع الافكار بتاعك لازم يبقى ايجابي، هتلاقي كل الكون نفسه من الترددات دي جاب لك الخير كله. لو ترددك سلبي هتلاقي كل السلبيات اللي في الكون انجذبت ليك. هو ده السر. يعني انا خناقتي مع فانوس وخوفي من الطلاق يخليني احب الطلاق؟ لا، اسود ومنيل. تحبي الطلاق ده انت اصلا كلك طاقات سلبيه، فانت جذبتي لنفسك الطلاق وجذبتي لنفسك الخناق وجذبتي لانك انت كتله طاقه سلبيه ماشيه على الارض. انا جذبت المجاميع والمجاميع، انا كل الناس مبهورين بيا. مبهورين ايه بقى؟ عايزه اغير حياتي كلها. طب نعلي الاغنيه شويه؟ سقف. نعلي الاغنيه؟ خلصي يا خلص. لا طب خلاص نعلي الاغنيه شويه. انا عايزه اسمعها. يلا. انا عايزه ارقص. هو دي طاقة إيجابية كده، أنت تجذبي بقى كل حاجة كويسة. أنا عايزة أكسب كل المعجبين، كل الناس، كل الناس، كل الناس، والمخرجين والمنتجين والمصورين، كل 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 كل. سيبيني 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 أطلع مواهبي وإمكانياتي، عايز كل المخرجين بتوع مصر يتفرجوا عليا دلوقتي. عايزة أعمل لي في السنة نحط بقى الكاتشب بالمنظر ده عشان ايه؟ مفيش مسترده؟ ايه؟ مسترده؟ لا انا بحط كاتشب مايونيز بس. ومايونيز؟ اه انا بحبهم قوي. في كل ساندوتش نحط كاتشب مايونيز. كاتشب. البحر عطشني قوي يا دودو من ساعه ما جيت من اسكندريه وانا عطشانه. البحر ما بيعطش، بيجوع بيتهيألي. اه عطشني وجوعني. هو انت كنت بتشربي ميه البحر طول ولا طول السكه طول السكه وانا جايه عطشانه عمال اربح في ميه في ميه في ميه مفيش فايده. طب استني بقى عشان الكاتشب وقع على الساندوتش. اشرب الرقصوص ولا اعمل ايه؟ اشربي اه اشربي ميه يا حبيبتي. انا بحب الميه قوي يا دود، مفيده بالذات عشان بشرتي. مش عارفه المكياج قعدت ساعه ونص اعمل مكياج النهارده قبل ما انزل. ايوه وحيد. وحيد مين؟ فتح احلام اللي عماله ادور عليه. وحيد وحيد بدور عليه في اسكندريه. ده مش موجود خلي بالك. ليه ولا وحيد ولا امر ودي ولا بقى سلطان. يا ترى فتح احلام الاقيه فين يا دود؟ تفتكر الاقيه في المطبخ ولا في الملعب؟ بتقولي ايه؟ انا بالنسبه لفتح احلام انا محتاره محتاره من كتر المعجبين. أه، لاعب كوره من الاخر كده، هو لاعب كوره فلوس بالهبل ولا نجم سينمائي ويكون لاعب كوره مشهور ولا نجم سينمائي او نجم سينمائي يعني ايه انت وبخت انت حظ ولا مذيع احسن عشان كل يوم يطلعني في التلفزيون. بصي انا عايزه نجم سينمائي او لاعب كوره. بصي بصي هم سته دلوقتي اللي عارضين عليا الجواز. طيب هنطلع فاصل ونرجع تاني. بعد العوده نفصل اعزائي المشاهدين، والبرجر خلصت خلاص، واحنا بنعملها دلوقتي ساندوتش صراحه ريحتها تجنن. ولو عملتوها بقى في البيت زي الطريقه اللي انا قلت لكم عليها هتبقى روعه وتبقى مغذيه جدا للاطفال في الرحلات في اي مكان تاخديها معاكي. بقول لك يا دودو في صحباتي دلوقتي عايزين يشتركوا معايا في نادي الكره النسائي. ماشي يا حبيبتي ما هنعمله اهو، بس في مشكله. انا اروح اقابل رئيس اتحاد الكوره، انا مكسوفه منهم، واظبط الدنيا كلها. كل واحده عايزه عمليه تجميل اللي عندها تفوهات واللي عندها انتفاخات واللي عندها حركات. طب انا اعمل لا ايه؟ لا بصي فريق الكوره النسائي لازم يبقى فريق رياضي. طيب يعني ايه؟ يعني طول عمره بيلعب رياضه. ماشي. مش هياخد اي فريق. انا رشيقه، انا رشيقه في الرشاقه. ما بتكلمش عن الرشاقه، لازم تكون جسم رياضي. يعني انا جسم رياضي، مفيش حد يقدر مش ينهك كتير اما يجري. ايوه فريق معين بيلعب رياضه طول عمره. ماشي. هم بقى من اكل المحش والكروم ما ينفعوش، هيبوظوا الفريق. امال انا هناخد الدوري ازاي يا حبيبتي؟ طيب ماشي هتنصحيهم بايه؟ يعني اعمل فيهم ايه؟ مكسوفه منهم. ما انا عامله جمعيه المراه في البيت بجمعهم. عندهم كام سنه؟ عندهم كام سنه؟ عندهم كام سنه؟ يعني ايه 25؟ لا ما ينفعش الفريق. انا باخد الاطفال الصغيرين اللي هم رياضيين. يا حسيتي اه طول عمرهم
امال احنا هنتجوز ازاي؟ اسمعي، طول عمرهم رياضيين وبيتدربوا في نوادي قبل كده، ده الفريق هكون فريق كرة امال قدم، الكباتن لان في واللعيبه ناس هيموتوا يلعبوا كرة قدم نسائية بنات. ماشي؟ اسود ونيل، امال انا هروح فين؟ هنفضل في المطبخ كده انت ممكن تيجي تقعدي تتابع الجمهور لا انا مش بس. ما اتعودتش ان انا ابقى متفرجه. لا هتبقى متفرجه. انا لازم ابقى في وسط الملعب. امال هتخسريني يعني؟ انا نجمه التلفزيون والمسرح والملاعب قولي بس كمان. انا هرتب السندوتشات بالمنظر انا ده. عامل اعلانات عن الكوره. انا بخصماكي. لا بصي يا حبيبتي، بصي انت هتيجي تقفي معايا بخصماكي. تساعديني بس، هو ده وظيفتك غير كده مفيش. مش هخلي كل صعوباتي تتصل بيكي تاني. يا جماعه نادي اف سي دريم بيقدم مزايا كبيره جدا للعيبه، الاشتراك في النادي، التواصل معايا على الواتس، الواتس 012 72 36 229، اشتراك في فريق 2000، بناخد مواليد 2000 2001 2002 2003 لحد 2004 للاشتراك التواصل، والطلبه الثانويه العامه ربنا يوفقكم ان شاء الله بعد ما يخلصوا امتحانات باذن الله برضو يتواصلوا معايا اللي عايز يشترك في النادي. ما تزعلوش مني بقى يا صاحبتي اللي قاعدين وبالهنا بيتفرجوا والشفا عليا. سندوتشات البرجر. انا هروح عايزه تقولي حاجه تاني عشان هختم. هروح ايه؟ العب في حته تانيه مع بنات صغننين بقى، اعمل ايه؟ انت ممكن تلعبي سباحه يا بنوره. انا هلعب كل حاجه. عشان تغرقي ونخلص منك. انا بجيب صاحبتي من هنا وبقول لهم معلش. انا عايزه اخلص منك، انا تعبت انا الصراحه. غصب عني، خدي بالك ان المقاييس هي اللي تخليهم ما يلعبوش معايا، هلعب لوحدي. لا والله. انا هلعب مع اطفال صغننين. العبي مع نفسك. هم بقى خليهم بقى في المطبخ وفي البيت وفي الطبيخ والحاجات دي. ماشي يا بنوره خلاص اوكي. خلاص. يلا نختم ولا عايزه تقولي كلمتين كمان؟ انا عايزه اقول لكل اللي بيتفرج علينا دلوقتي، كل البنات تستعد عشان احنا اكل بقى ولا ايه؟ ده هناخده. خدي يا حبيبتي السندوتش بتاعك، السندوتش بتاعك دوقي. الله. الى اللقاء اعزائي المشاهدين، حلقه جديده من برنامج امراه من كوكب اخر. باي باي.